أحمد علي صالح لأول مرة يهدد باستخدام القوة لاستعادة الدولة والجمهورية، لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما تمر به البلاد. قال نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح إن المؤتمر الشعبي العام لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما تمر به البلاد في موقف نادر النبرة، مشددا على ضرورة استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام وبناء يمن قوي تحت راية الثورة والجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية. وفي بيانه الصادر بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس المؤتمر، أكد أحمد صالح على أهمية توحيد القوى الوطنية بما يتجاوز الماضي، بالتزامن مع موقف مناهض اتخذته قيادة الحزب في صنعاء تبرأت من مواقفه تحت ضغوط حلفائها الحوثيين على ما يبدو. وأضاف أحمد علي صالح الذي يشغل نائب رئيس الحزب أن المؤتمر الشعبي العام سيظل قوة فاعلة في الساحة الوطنية، وسيواصل العمل مع كافة الوطنيين من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية. ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً إلى التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، متجنبا الإشارة المباشرة إلى جماعة الحوثيين التي انفردت بسلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء بعد تصفيتها والده نهاية العام 2017. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.